تركيا في دقيقة. في سابقة تعتبر الأولى، عرض التلفزيون السويسري الرسمي عدة مقاطع مصورة للطائرات بدون طيار التركية من طراز بايركتار تي بي 2، وذلك أثناء إصابتها الأهداف بدقة كاملة في الميدان، واصفا المسيرة بأنها تثير الدهشة وأن الكل بات يريد شراءها. قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن حكومته تعتزم وضع حجر الأساس لأول جسر في مشروع قناة إسطنبول أواخر شهر يونيو حزيران الجاري. لاستيراد أفضل أنواع الأثاث من تركيا اتصل الآن. أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن ترحيبه بالحوار القائم بين مصر وتركيا، وذلك خلال اتصال بينه وبين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. الحكومة التركية بقيادة الرئيس أردوغان تعتزم غدا افتتاح ميناء فيليوس في ولاية زنجلداك، الذي يعد ضمن أكبر 5 مشاريع استثمارية في تركيا. تركيا في دقيقة.